امس تكلمنا لكم وقلنا لكم كيف حتسووا برنامج رياضي وغذائي مكثف. الحين بنقول لكم كيف تسوي برنامج عشان تحافظ على انتاجك. حنتكلم عن طريقة الاكل، حنتكلم عن طريقة التمرين وعن طريقة المكملات. من ناحية الاكل حاوريكم كيف تحسبوا حاجتكم من السعرات والبروتين والكربوهيدرات والدهون علشان تحافظوا على النتائج اللي وصلتوا. علشان تحافظ تحسب حاجتك من البروتين والكارب والدهون بهذه الطريقة. هذه حسبة الجرامات وليس السعرات. هذه اللي طلعت صافي الجرامات وليس اللي هي كمية الأكل محددة. وعاد في الفترة هذه اللي أنت بتحافظ فيها تقدر تنوع في اللحوم ما بين اللحوم بيضة وحمرة، ومن ناحية الكربوهيدرات تنوع ما بين جميع أنواع. ومن ناحية الدهون الصحية نفس الحكاية، تقدر تنوع تدلع نفسك فيها. هذه المرحلة أنت إما إنك تتحسن وتزيد كتلتك العضلية أو إنك تحافظ. نتكلم من ناحية التمرين. فهذه المرحلة أنت هنا التمرين برضو لازم تنوع فيه. خلينا نبدأ نتكلم على كيف تتمرن تمارين الحديد. تمارين الحديد هنا أنت ممكن تلعب أسبوعين تكرارات، أسبوعين سوبر ست، وأسبوعين تزيد في الأوزان علشان تنوع على الجسم وتستفيد أكبر فائدة منه. من ناحية الكارديو، الكارديو في هذه المرحلة برضو لازم تسوي، يعني مو إنك بتحافظ تسحب على الكارديو، لا، الكارديو هنا لازم تسويه بس بكميات أقل من البرنامج المكثف. الكارديو ممكن هنا تخليه من 20 إلى 30 دقيقة في هذه الفترة، وتنوع ما بين درج وسير وليبتكل وأي نوع كارديو تلاقي. نجي للمكملات. المكملات خلال فترة المحافظة ممكن بس تقتصر على البروتين والبي سي اي اي والمالتي فيتامين والجلوتامين. فترة المحافظة هذه ممكن تلاحظ انه ممكن وزنك يزيد احيانا واحيانا ينقص. هنا عاد لا تتوتر ولا تخاف، انا اقول لك ايش تسوي. اذا وزنك زاد هنا تزيد في الكارديو تقلل في الكارديو، والعكس صحيح. وللي فاتوا امس كيف تسوي برنامج رياضي وغذائي مكثف، الان رفعناها على اليوتيوب على قناتنا محارب الدهون. واللي يبغى يعرف كيف يحسب المايكروز من سعرات وبروتين وكارب وكل شيء موجود في هذا المقطع، لا يفوتكم.